في مخاوف، في قلق، توتر نفسي. هو الحوت يعني يكاد يكون شفاف، حاجات كتير بتأثر فيه، أي حاجة بتأثر فيه بتأثر على نومه. أول حاجة اضطرابات في النوم، نوم مقطع، بيصحى مخضوض، بيصحى مخضوض كده، ده قلق نفسي واضح. بس يعني ايه، الدنيا هتظبط. التاور، انهيار البرج، برج قائم في حياتك، عايش معاك بقاله فترة، ممكن يكون تفكير، ممكن يكون رأي، ممكن يكون علاقة، ممكن يكون أي أسلوب حياة، بس ده كان خاطئ وبيأذيك يا حوت، خلاص هينهار ويحل محله نور بقى، شمس. الظلمة دي تفك بقى وتروح، يحل محلها نور. البرج ده لما هينهار هيحصل عندك عملية توازن، هتستعيد التوازن بتاعك مرة تانية يا حوت. واضح انه مفيش اتزان الفترة دي، فعلا تقلبات المود قوية. يعني هو اصلا الحوت موده متقلب زي الابراج المائية التانية، متقلبين المزاج جدا، بس بقى يعني كمان التقلب حاد، في حدية في التقلب. الدنيا هتبتدي، هتلاقي ان المود بقى ماشي على وتيرة ان شاء الله مستقرة احسن من الفترة اللي فاتت دي، بداية الشهر ده. الظروف مش مساعدك قوي يا حوت، نفسك تعمل حاجات بس واقف، في حاجة موقفاك. اللي موقفك ده انا مش عارفة اقول ده خوفك، لان انت عديت مرحلة الحذر، انت في مرحلة خوف، خايف تاخد خطوة. ايه الموضوع؟ خايف مش شايف الطريق قدامك، او قلقان من حاجة. القلق ده من منعكس هنا في النوم برضو، خايف من شيء ومش قادر تتحرك ومتكتف. ايه الحالة دي بقى؟ انت اضرب باوضاعك، وهنشوف يمكن الموضوع له علاقه بحاله عاطفيه. لما نقرا الحاله العاطفيه يمكن ده يكون تاثير حاله عاطفيه، ده اللي عامل لك القلق ده. بس في خير جاي لك يا حوت. انت طبعا الحوت معروف بطيبته، ان هو طيب، الحوت طيب، ويعني عملت خير في حد، باذن الله الخير ده يرجع لك. او حاجه انت اشتغلت عليها مده طويله وعملت فيها مجهود كبير بس ما وصلتش نتيجه، ما جالكش المردود، هيجي دلوقتي باذن الله، هيجي دلوقتي. الناس اللي عندها اوراق او قضايا، في قضايا مستنيين حكم فيها، مستنيين بد فيها، افتكر دي هتكون برضو سبب من اسباب الخير اللي جاي لك. واللي بياكد لي ده الناس بقى اللي عندها ورث متعلق، الحيتان من المجموعه الاولى عندهم ورث متعلق، افتكر ده ورث. الفلوس اللي جايلك من شخص كبير ده ورث، وقضايا كانت متعلقه واقفه، ان شاء الله الخير جاي، في خير جاي. زي ما قلت في فلوس من شخص كبير باذن الله. اللي حاله الورث والقضاء او القضايا ما بتنطبقش عليهم، فيحوت انت تقريبا اسأت الظلم، يعني اسأت الظن في حد، او اسأت الحكم على حد. ما تتسرعش في احكامك يا حوت، انت تلقائي جدا، تلقائي وعفوي قوي، فبتعدي، ممكن تعدي منك حاجات سهو غصب عنك. لو انت ظلمت حد بليز راجع نفسك تاني، وانت يعني اكيد هتقرر بغلطك، او على الاقل تحاول تصلحه. في كارت العدل، جاستس، زي ما قلنا، اما في ورق حكومي متعلق، او انت اسأت الحكم على حد او على شيء. The Hermit، انت حكيم يا حوت، وصلت لدرجة الحكمة، حكيم، عارف بتقيت تفكر لوحدك وتشتغل لوحدك، ويعني اخر انسجام، عقلك اللمبة منورة، بص النور منور، وفي افكار بتجيلك وانت يعني محوطها لوحدك، عايز تكون لوحدك، بتفكر لوحدك، بتشتغل لوحدك. The Hierophant، الناس اللي لسه ما تجوزوش بس العلاقة قائمة، ما فيش علاقات جديدة في الحوت، المجموعة دي ما فيش علاقات جديدة، العلاقاتهم قائمة،
في حالة ارتباط أو خطوبة أو شيء في إتمام زواج ده هايرفنت. الناس المتزوجين الله أعلم بيمروا بظروف صعبة شوية، أتمنى أكون غلطانة بس من الواضح إن هما بيمروا بظروف صعبة شوية. طيب بس حالة التفكير اللي انت فيها لوحدك دي تقعد كده تسرح، احنا تعرفين احنا بقى ايه، احنا عايشين في البابل بتاعتنا، يعني الحوت بيبقى عامل كده لنفسه بالونة وقاعد جواها وبيحلم. موضوع الداي دريمينج او الاحلام اليقظة عنده عالية جدا، يحلم يحلم بيفكر، بس الحلم ده هيتحول لهدف، هيبقى عندك حالة اصرار ومصابرة انك توصل للحاجة اللي انت فكرت فيها دي. طبعا الحوت كبرياء وعالي جدا، ده بيوصفك قد ايه انت شخص يعني عندك كبرياء وعزة نفس وكمان شخص يعتمد عليه. الحوت في المسؤولية جبار جبار، بيشيل مسؤولية ويمكن كمان بيشيل اكتر مما ممكن يتحمل، بس احنا قلنا الموضوع ده ابتدى يتغير السنة دي والحوت استنصح وبقى يشوف نفسه، واللي لسه ما حصلوش التغيير ده ياريت يبتدي، يمكن ده يكون التغيير اللي انت محتاجه يا حوت. حالة التضحية والعطاء اللي بلا مقابل وبلا تفكير وحاجة مش منطقية كده، لا ياريت البرج ده ينهار ونبتدي يبقى الموضوع فيه عقلانية، ندي كل حاجة ما فيش مشكلة، بس لازم لما ندي لازم يكون فيه مقابل، لازم لما ندي ما نبقاش جينا على نفسنا. فهمتوا قصدي؟ ما تجوش على نفسكم بالطريقة دي، حبوا نفسكم شوية، ما تسم... دي مش أنانية، ده حب الذات، لازم تحبوا ذاتكم شوية. الحالة المالية ما فيش فيها تطور، مش شايفة فيها تطور للمرحلة دي، ما فيش سفر، محلك سر، إنما في أفكار شغالة هتتحول لأهداف. شدوا حيلكم، والناس اللي داخلين على الزواج باذن الله هيتم، مبروك مقدما. حاله القلق والخوف دي يا حوت يعني سكيب، حاول تعديها بسرعه وتحط بدلها هدف، احلم بهدفك ان شاء الله هتوصله. حاله توازن ان شاء الله داخل عليها يا حوت، وحاله موج البحر اللي انت فيه ده شويه فرحان شويه زعلان شويه متفائل شويه متشائم، خلاص الدنيا هتبقى فيها بالانس، هيبقى فيه شويه توازن في الحالة المزاجية بتاعتك. دي قراءة المجموعة الأولى العامة. الحالة المالية فل، والله يا السيد علي، يعني هي مش لوحدك، بس للأسف هو الشهر ده مش واضح فيها أي تغير، فيبقى إيه، نخلي بالنا أيا كان اللي بيجي نقول الحمد لله وبإذن الله يبارك، ربنا يبارك في الرزق وإن شاء الله يحصل تطور الشهور اللي جاية. نزلت مستمرة، لا بصي يا علي ده مش هيفيدنا بحاجة خالص، مش هيفيدك بحاجة خالص، حاول تبدل إحساس الخوف والقلق ده بأمل وبهدف، حط هدف قدامك. لا لسه الحالة العاطفية يا مي، مش نشوف حالتهم العاطفية أخبارها إيه؟ ايه بتقولي ايه يا رانو، ما فهمتش. انا برج ايه يا ايمن؟ انا برج الحوت، واحنا بنقرا اهو. كلام صح جدا، بشكرك يا هدير. روان لا الناس اللي مش مرتبطين اصلا، السناجل لسه سناجل، ما شفتش علاقات جديده، يا رب اكون غلطانه ويبعت لكم طبعا كل خير، بس انا ما شفتش. الناس المرتبطين مخطوبين او في علاقه في اتمام زواج ان شاء الله. هي هو مجموعة تانية وبيننا خلافات كتير ومش بنتكلم. طيب تعالي نشوف الحالة العاطفية. ومطلعين ايه وضعهم الحالة المادية، تسديد الديون ايه هتكون؟ سمعي الحالة المادية ما شفتش فيها تطور خالص حبيبتي، دلوقتي هنشوف الحالة العاطفية، اخبار الشريك ايه، المتطلقين واللي متخاصمين والحاجات دي. ماكو سفر يا رفال، انا اسفة، يمكن اكون غلطانة، يا رب اكون غلطانة، بس ما شفتش سفر. انا كمان حوت، احنا طيبين فعلا وبنتخدع كتير في ناس كتير قوي. انا جايبة دون المرة اللي فاتت من الحمل. ليه يا دينا؟ هو اليوم اللي كنت عصبة فيه كنت بره الحمل ولا ايه؟ I love you too، كتب اسمك بالروسي بس I love you too حبيبتي. يا ياسمين ده انت اللي امرين يا روحي تسلميلي. عقرب هنقول قريب قوي يا نورهان، قريب جدا حبيبي.
طيب بشكرك يا جيهان. تفائلوا ان شاء الله في حاله توازن داخلين عليها، والقلق والتوتر ده باذن الله هيروح، وزي ما قلنا هنحط هدف وهنفعله. وبخاف من كل حاجه جدا جدا، ملوش لازمه خالص يا ملك الخوف ده، حطي يعني اطمني، وربنا ان شاء الله يعني يزرع الامان والطمانينه في قلبك، ما تخافيش من حاجه، ان شاء الله كل حاجه هتبقى كويسه جدا. وزي ما قلنا في ناس اللي كان عندهم لو في فلوس جايه فهي جايه من شخص كبير، في فلوس جايه بس مش تطور في الحاله الماديه، في فلوس جايه ان شاء الله. نشوف كلمه صح. بشكرك يا منى قوي. طيب هنشوف الحاله العاطفيه للمجموعه الاولى، برج الحوت. طيب مش عايزاكم تخافوا، القراية في أولها كده مش مريح، بس هقول لكم حاجة حلوة في الآخر. حوت مش حاسس بشريكم خالص، شريكه مش مهتم بيه خالص، المجموعة الأولى نفسه في مشاعر جديدة، عايز اهتمام بقى، عايز اهتمام، ويكاد يكون عايز اهتمام من اي حد بقى، مش بس من شريكه، من كتر ما هو عنده تعطش للاهتمام، نفسه في طاقه جديده، طاقته خلصانه خالص في العلاقه، طاقه خلصانه، بخ باي باي، مفيش طاقه اصلا. شايف شريكه ازاي؟ الحوت شايف شريكه ازاي؟ كوين اوف وان، شايفه قائد، قائد كويس، شايفه مبدع، وشايفه يعني خياله حلو، تفكيره كويس، بيحب طريقة تفكيره. الحوت بيحب طريقة تفكير شريكه، وشايفه ان هو قائد كويس ومفكر كويس. طيب ده ايه دخله بقى بالعلاقة؟ ايه دخله بالرومانسيات بقى؟ الشريك مش عايز يديك مشاعر يا حوت، هو ماسك على مشاعره. ليه؟ ممكن يكون ده بسبب اكسبيرينس قديمه، خبره قديمه حولته لهذا الشخص، ان هو ما بيحبش يدي لانه اتقرف قبل كده. ممكن يكون هو طبعه كده، ما بيحبش يدي، بس ماسك على حاجه، ماسك على مشاعره، ماسك على اهتمامه، ماسك على كل الحاجات دي، هو ماسك فعلا. وهو عنده مشاكل كتير، الشريك عنده مشاكل كتير وعنده هموم كتير، وفي حاجات كتير قوي بتدور في دماغه دلوقتي، دماغه مشغوله بحاجات كتير قوي قوي، فسوري اقول لك مش فايقلك، ده اللي انا شايفاه دلوقتي. ومحتاج كمان، ده هو بقى اللي محتاج مساعدتك، يعني شوف درجة ايه انت عايز ايه ومحتاجه منه، هو مش هيقدر يديهولك في الفتره الحاليه. ده بقى السيتويشن صعب صعب، لما يكون الشريك عايز اهتمام وعايز حب من شريكه، وشريكه اصلا في اللي مكفيه وعايز دعم شريكه اصلا، ف سيتويشن صعبه. بس شايفك ازاي؟ شايفك عيله، شايفك احتفال، مش احتفال، شايفك عيله، شايفك امان، شايفك صوره حلوه جدا. بص الصوره عامله ازاي، صوره امان، صوره عيله سعيده. يعني انتوا لو لسه ما اتجوزتوش، فهو شايفك العيله بتاعته، البيت بتاعه. لو انتم متزوجين فمازال شايف الصورة دي.